العصر الذهبي. اعتبارا من العام 1979 وخلال 35 عامنا الأخيرة، لاحظنا بشرى مجيء المهدي عليه السلام عبر العلامات المتتالية وراء بعضها البعض. وما يظهر من هذه العلامات أن المهدي عليه السلام مكلف بالمهمة في هذا العصر. حسنا، كيف سيكون تأثير مجيء المهدي عليه السلام على العالم والإنسانية؟ سوف نبحث عن الجواب في آخر هذا الفيلم. بعد مقاومة المهدي عليه السلام الفكرية وظهوره علنا، سوف نحلل التطورات التي سوف تحدث على وجه الأرض، كما أننا سوف نتناول خصائص العصر الذي يسمى بالعصر الذهبي. إن عصر الذهبي في العصر الذي ستحكم فيه أخلاق القرآن العالم أجمعه بواسطة المهدي، وهو العصر الذي سوف يؤمن بها الناس إيمانا حقيقيا. هذان التطوران مهمان كثيرا ولديهما نتائج مادية. في العصر الذهبي سيكون قد تم تأمين الأمن، الثقة والعدالة. سوف يترك الناس مشاكلهم الاقتصادية وراء الناس، ولن يتبقى أحد محتاجا، ومن يحتاج سوف يعطي أكثر مما يحتاج. عندها سوف يعيش الناس ثراء لم يشهد له مثيل من قبل. سوف توزع السلع على كل من يريد من دون قياسها وتعدادها. أما الأحاديث التي تبشر هذا الوضع هي على الشكل التالي. متى ستعيش في رفاهية في ذلك العصر؟ عصر المهدي لن يمكن له مثيل حتى ذلك اليوم. الأراضي سوف تعطي محصودا مواد غذائية، ولن يخفى الناس أي شيء عن بعضهم البعض. أما المال سيكون قد تراكم كثيرا في ذلك اليوم. عندما يزرعون الناس قبضة من القمح سوف يحصدون 700 قبضة منها. الناس سوف ترمي بعضا من الحبوب الجزر وسوف تحصد 700 جزرة. بالرغم من هطول الكثير من الأمطار فلن تذاب حتى ولو قطرة واحدة هدرا. أما صفة ثانية تلفت الأنظار في هذا العصر، انتهاء الحروب والصراعات. سوف تقع الدول التي كانت معادية لبعضهم البعض في السابق وسط من السلام والصداقة. أما الأموال التي كانت تنفق على الحرب المعارك السلاح سوف تنفق على فائدة وخير الإنسانية. كما أنه سيحدث تطورات في كافة المجالات على رأسها العلم والتكنولوجيا. إن الناس في هذا العصر سوف يستفيدون من نعم التكنولوجيا بقدر استطاعتهم. سوف تستخدم كل أنواع التكنولوجيا من أجل الراحة، الفرح، المرح وسلام الناس والبشرية. سوف يكون هناك اكتشافات جديدة في مجالات الطب، الزراعة، التواصل، التكنولوجيا. سيكون هناك إرادة ثورية. سوف تظهر أعمال جميلة في الفن، الموسيقى، المسرح، السينما والرسم، أجمل من بعضها البعض. لذا فإن التفكير الدقيق والأفق الواسع الذي يعطوا إيمان الناس واعتقادا بالله تعالى سوف يكون الرائد في كل مجالات الفن. وكما مر في الحديث سابقا، الناس لن تلاحظ كيف يمضي الوقت، وسوف يطلبون طول العمر من الله لكي يستفيدوا من هذه النعم بشكل أكثر. الآن لنشاهد معا كيف ستتحقق هذه التطورات الجميلة. انتهاء سنوات الفقر، زيادة الثراء. الصفة التي يتمتع بها العصر الذي يسبق العصر الذهبي معاناة أكثرية الناس من مشاكل معيشية وسحقهم تحت المصاعب الاقتصادية. في هذا العصر الفقراء سيصبحون أكثر فقرا، وقسم كبير من الأغنياء سوف يصبحون أنانيين. ولكن هذا النظام الظالم والمنحرف سوف ينتهي مع العصر الذهبي.
الناس لله واقترابهم منه سوف يزيد بواسطة المهدي، أما مشاكلهم الاجتماعية سوف يجدون حلا لها في إطار أخلاق القرآن، وكل من يحتاج سوف يعطى بأكثر ما هو بحاجة إليه، كما أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس سوف يعيشون في غنى وبركة كبيرة في العصر الذهبي، حتى أنهم لن يجدوا أفرادا بحاجة إلى الصدقة. سيأتي زمان يبحث في الناس طرفا بالصدقة التي وضعوها جانبا من الذهب، ولكن لن يجدوا فقيرا ليأخذ هذه الصدقة من أيديهم، قطعا أن الأموال سوف توزع في ذلك العصر وسوف تتدفق مثل الماء ولن يتنازل أحدا لكي يقبلها. ملاحظة تقدمات كبيرة في التكنولوجيا. في العصر الذي نعيش فيه سيشهد العالم تقدم تكنولوجي سريع وكبير ليس له مثيل في تاريخ العالم. إن أداة التكنولوجيا منذ 50 عاما وإلى اليوم، والتي لم يكن معروف أسماءها في السابق، ستكون جزءا لا نستغني عنها في حياتنا الآن. هذه التطورات الآن هي رؤوس أقلام لنا ومفاتيح للتقدم الذي سوف يحدث لاحقا في المستقبل. إن البشر سوف يجدون الحلول مع الاكتشافات التكنولوجية لكل الأعمال التي تهدر أوقاتهم وطاقاتهم في العصر الذهبي. هكذا سيكون بإمكان الناس العيش براحة بمرح وبسعادة أكثر. واحدة من المعلومات التي تثير الحيرة في هذا الموضوع هو توضيح الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عما يخص التطورات التكنولوجية التي نعيشها اليوم. الهواتف الذكية وأجهزة التكنولوجيا المحمولة والأنظمة الملائمة وتكنولوجيا الإنترنت ومثل خلي عدد من التكنولوجيا التي تخص هذا القرن، تحدث الرسول عنها قبل 1400 عاما، وهذه معجزة من دون شك. إمكانية وصول الأفراد الذين يبعدون عن بعضهم البعض مسافات حول العالم خلال بضع دقائق، إمكانية مشاركة المعلومات، إمكانية تبادل الأحاديث، إمكانية نقاشهم، إمكانية تبادل الأخبار في شكل قصير. كل هذه إمكانيات أمنتها تكنولوجيا التواصل في أيامنا هذه. يشير الحديث إلى هذه الإمكانيات بشكل واضح. عندما تقع الأعمال إلى أمانة المهدي عليه السلام سوف يرفع الله تعالى عن الأكثر الأماكن انخفاضا عن سطح الأرض، سوف يخفض عن أكثر الأماكن ارتفاعا، وهكذا سوف يرى العالم في قبضته. لو كان هناك شعرة في قبضة أي واحد منكم ألن يستطيع رؤيته؟ ستكون قبضة المهدي عليه السلام واسعة بقدر الكائنات. إذا لاحظتم تتكلم الأحاديث عن نظام يبدو فيه العالم مثل قبضة اليد، لذلك إنها تدل على الكمبيوتر أو الحاسوب المحمول والمنتشر في هذه الأيام. لذا فإنه سهل جدا مشاهدة كافة أطراف العالم الأربعة عن طريق الأنظمة الملائمة والتي تأمن هذه الإمكانية. أما في حديث آخر يخبرنا عن أنظمة التواصل والفيديو الموجودة على الهواتف بين شخصين يجريان حديثا. تفضل الإمام الصادق كما يلي: إن المؤمنين في زمان القائمة وهو بالمشرق ليرى أخاه الذي في المغرب، وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي في المشرق. إن التطور الذي يتحدث عنه الحديث لإمكانية رؤية الناس الذين يعيشون في الشرق لهؤلاء الذين يعيشون في الغرب هي مثل الانتباه من ناحية إفادتها التي تعبر عن مرحلة التي وصلت إليها التكنولوجيا من التواصل والأخبار. تفضل الإمام بكر على الشكل التالي: قائمنا المهدي عليه السلام عند قول القيام،
يسمعون عندما يريد التحدث معهم وسوف يرونه بالرغم من أنهم يجلسون في أماكنهم. تفضل الإمام الصادق كما يلي، ويقف بين الركن والمقامة فيصرخ صرخة فيقول: يا معشر نقائبي وأهل خاصتي ومن ذكرهم الله لنصرتي قبل ظهوري على وجه الأرض، آتوني طائعين. فترد صيحتي عليه السلام عليهم وهم على محاربهم وعلى فرشهم في شرق الأرض وغربها، فيسمعون في صيحة واحدة في أذن كل رجل فيجيئون نحوها، ولا يمضي لهم إلا كلمحة بصر حتى يكون كلهم بين يدي عليه السلام بين الركن والمقام. الإمام المهدي عليه السلام سوف يفتح شرق الدنيا ومغربها معنويا، وسيجعل أخلاق الإسلام حاكمة على أطراف العالم الأربعة. الله تعالى سوف يعطي الناس قوة كبيرة حيث يسمع كل من مكانه كلمات المهدي، والإمام المهدي عليه السلام سيعطي للإسلام الحياة. كما رأيتم ووفقا للأخبار التي تتحدث عنها الأحاديث، فإن الناس يستطيعون رؤية المهدي وهم يجلسون في منازلهم، ويستطيعون الاستماع إلى كلماته من منازلهم. أما الخصوص الآخر الذي يثير الأحاديث الانتباه عليه هو وجود المهدي عليه السلام في مكانه الخاص. هذا يعبر بوضوح عن تكنولوجيا التلفاز. إن التكنولوجيا التي لم يتخلها الإنسان قبل قرن واحد من الآن، فإن توضيح الرسول عليه الصلاة والسلام عنها قبل 1400 عام هي حقا معجزة كبيرة. بالإضافة أن المعلومات التي تحدث عنها الرسول في العصر الذهبي ليست مقتصرة على هذه فقط. التطورات في قطاع النقل. سيذهب الدجال المسيحي كالرياح العاتية إلى السماء. سوف يتولى أقدامه من على سطح الأرض كما تتولى جلد المعزة من الصوفة. الأحاديث تلفت الانتباه إلى سعة التنقل والتواصل مثل الطائرة والقطار السريعة، كما أن الأحاديث تشير إلى معدات الانتقال السريعة. هذه التطورات التي ستحدث في تكنولوجيا الانتقال سوف تؤمن للناس راحتهم وأمنهم وسلامتهم، كما أنها سوف تخفض من نسبة هدر الوقت إلى أقل نسبة. سوف يتم تأمين كل أنواع الراحة والحاجة التي يمكن للناس أن يشعروا بها في معدات الانتقال المتحضرة من الطائرات التي تتخطى سرعة الصوت والقطارات الريعة الممتازة. بالإضافة أن تطورات هذه الأيام تظهر لنا أنه سيكون قسم كبير من الانتقال تحت الأرض. سوف نتخلص من مشكلة الازدحام وسوف يكون هناك راحة وجمال أكثر على وجه الأرض. التطورات التي سيكون لها وقع على التكنولوجيا الوراثية. ممكن أن يكون الباحثان البريطانيان ووستن وكريك لا يعلمان أهمية الاكتشاف الكبير الذي أجري بحثا عنه في عام 1953. حصل على جائزة نوبل عبر تحليل هيكلية الحمض النووي الشفر الوراثي للحية. أما العلم الوراثي الذي تطور بسرعة كبيرة مع اكتشافاتهم حصل على زخم رائع في السنوات المتقدمة، فإن الأعمال والأبحاث التي أجريت على رموز الحمض النووي كان سبب في تبين أساس بعض الأمراض الوراثية تم التخطط مع مشروع الجينيوم البشري بمشاركة أكثر من 18 دولة وألاف العلماء إلى تحليل أسرار المفاجأة للحمض النووي. تم تثبيت رموز الحمض النووي بكل تفاصيلها بإطار استخدام كل النتائج التي تم الحصول عليها لكل العلماء، وهذا ما كان شأنه في بداية عصر جديد في مجال الصحة. هكذا وفي وقت قصير سيكون العلاج الشخصي ممكنا. سوف يتم تكوين بنك المعلومات تتواجد فيه كل الخصائص الوراثية لكل شخص. سوف يملأ الناس مئات المجلدات
كما أنهم سيكون بإمكانهم المحافظة على معلوماتهم الوراثية في بطائق وراثية، وبهذه الطريقة سيكون من الممكن إقامة الفرق بين الأمراض حتى ولو كانت هذه الفروقات صغيرة جداً، وستظهر إمكانية العلاج الخاص للشخص أو الفرد. لأن الناس لا يجدوا الأطباء، أو لأنهم لا يجدوا العلاج، ولأنهم يعالجون في وقت متأخر أو بالعلاج الخاطئ، لن يعيشوا فترة من فقدان الأمل واليأس. سوف يتلقى كل محتاج المساعدة في تلك اللحظة. الثرى والبركة في السلع. عندما يزرعون الناس قبضة من القمح سوف يحصدون 100 قبضة منها. الناس سوف ترمي بعضا من الحبوب الجزر وسوف تحصد 100 جزرة. بالرغم من هطول الكثير من الأمطار فلن تذاب حتى ولو قطرة واحدة هدار. التطور في علم الوراثة تقدم فوائد كبيرة للناس في مختلف مجالات حياتهم في الزراعة. إن معالجة الفساد الذي يظهر كسبب للأمراض الموجودة في حمض النووي للنباتات يمكن أن تؤدي شيئا فشيئا إلى زيادة الجودة والمتانة للنبات. بواسطة التكنولوجيا الجينية سوف يتم تأمين إنتاج النباتات المتانة للتأثيرات الخارجية من برد أو دفء وما إلى هناك. بهذا الشكل فإن أي زيادة في نسبة الفيتامين أو البروتين في أي سلعة يمكن أن تؤمن عبر نقل أقسام الحمض النووي. مع هذه الأبحاث الوراثية التي تجري على الحبوب تسعى إلى تخفيض من نسبة التأثير الجانبي والضرر، كما أنه يسعى إلى زرع وتربية الحبوب التي كانت يتم زرعها فقط في مواسم معينة إلى زرعها في 4 سنوات. إن نتائج كل هذه الأبحاث ستكون خبر للبركة والثراء الكبير جدا في مجال الزراعة. لذا فإن ما ذكرناه في أول الفيلم البركة والثراء الذي سيحل على السلع في عصر المهدي، هذه هي واحدة من الطرق العلمية. أما الأساس الآخر للبركة والثراء الذي سيحل في العصر الذهبي، ارتقاء أكثرية الناس ووصولهم إلى أماكن لم يتخيلوها أبدا. لقد أوضحت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحالة منذ قرون سابقة كالآتي: عندها متى سوف تنزل علي نعما لا مثيل لها من النعم بخيرها وشرها، ويرسل لهم الله تعالى ممطارا كثيرة، لن يتم إخفاء أي شيء من النباتات والسلع، ويصبح المال حقير. تعزيز الصحاري بجعلها خضراء. إن البرية على وجه الأرض تقدر بحوالي 43%، وواحدة من أهم التطورات التي ستحدث في الزمن الأخير جعل هذه الأقسام من الأراضي الغير مفيدة والغير معطاة مفتوحة للاستخدام بواسطة التكنولوجيا العالية. مع التطبيقات الشاملة والتكاليف العالية في أيامنا هذه، يتم نقل المياه إلى هذه الأجزاء الجرداء وإعطاء قسم منها الحياة. لو تم تطبيق هذه التكنولوجيا العالية لكل الأراضي الجرداء لتحولت عدة دول تعاني من الجفاف ونقص الغذاء إلى مجالات زراعية فعالة. يشير حديث للرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الحدث: لن تكون الأرض ناقصة من أي نبات، وبكل تأكيد سوف ينافذ منها بالكامل، وستظهر حتى الذين سيكونوا على قيد الحياة سيتمنون لهؤلاء الذين قد فقدوا الحياة لو كانوا أحياء من أجل رؤيتهم لكل هذه النعم. من أجل القيام بالزراعة في مناطق الصحراء يجب حل مشاكل الري ويجعل التراب قابل للزراعة، وواحدة من التكنولوجيا المتطورة بهذا الهدف هي الري المسيطرة من قبل الحاسوب. مع هذه التكنولوجيا فإن المياه تذهب مباشرة إلى مناطق الجذور بالقدر المطلوب،
وهي تمنع أيضا إسراف المياه حتى ولو بقطرة واحدة. سوف تزيد الفيضانات مياه البحار حيث سيتم استخدامها في الاستخدام اليومي، بالإضافة إلى أنها ستستحوذ على مكان في الزراعة. هكذا سيكون قد تم تأمين مصدر مياه واسع، كما أنه سيكون دعم كبير لاقتصاد البلاد في نفس الوقت. تحويل الأراضي الصحراوية إلى مجالات زراعية حيث يتم تطبيق هذا في شكل واسع في إسرائيل. استخدام التكنولوجيا العالية في إسرائيل بما يحيط برمال الصحراء النجف، استخدامها للزراعة بهذه الطريقة تؤمن المحاصيل في مستوى عالي جدا. وهكذا يكون قد تحقق قسم من الحديث عن رسول الله الذي يقول سيتم زرع كل مكان من الأرض. التطورات التي ستنفذ في التخطيط الحضري. إن عدد من الإمكانيات التكنولوجية التي كنا نشاهدها سابقا في فيلم خيالي أو في الرسوم المتحركة بدأت الدخول في حياتنا المتطورة، موجهة إلى تأمين الراحة وكأداة لتسهيل حياتنا. وواحدة من هذه الإمكانيات إدارة المدن الكبيرة عبر الحاسوب. بهذا الشكل ستصبح خدمات نظام البنية التحتية وأعمال الخدمة العاجلة والزحمة وتخطيط المدن والأمن وخدمات الصحة أكثر سرعة. على سبيل المثال، ممكن أن تصبح الأبنية في عهد الإنشاء تتصدى بكل قوى للآفات الطبيعية بواسطة التكنولوجيا المتطورة، بينما تصبح عدة مدن في أيامنا هذه بحالة من الخراب بعد فيضان أو زلزال يحل بها. فإن الطرق التي سيتم استخدامها في عصر الذهبي من ناحية المعدات في المواد الصافية أو من ناحية الإعمار سيتم استخدامها فيها تقنيات متطورة جدا. سوف تصبح المدن أو البيئة متينة أمام أي شرط قد تواجهه. أما أنظمة الكاميرات المراقبة التي سيتم استخدامها في بلادنا هي مثل عن تطور التكنولوجيا. هذا يتم مراقبة الشوارع، الطرق العامة، المدن من قبل آلاف الكاميرات. أما المشاهد التي تلتقطها هذه الكاميرات يتم نقلها إلى مراكز سلع التكنولوجيا المتقدمة في إدارة القوى الأمنية. لذلك فإن الشوارع تخضع لبيئة من الأمن عبر تأمين المراقبة عن طريق الاستفادة من نعم التكنولوجيا هذه. هكذا يتم تأمين أمن الناس بشكل منظم عن طريق استخدام كل إمكانيات التكنولوجيا. فن العصر الذهبي. إن التقدم، الجمال، الثراء والبركة التي ستحكم على كل مجالات العصر الذهبي سيأخذ الفن فيها أيضا مكانة عالية. في هذا العصر الناس دائما سيرون الجمال أمام عينهم في المنازل التي يعيشون فيها، الحدائق، المنازل، أماكن العمل، المدارس، المسارح، السينما. كما أنها ستستحوذ أعمال الجمال، السرمة، الموسيقى والفن على آفاق واسعة في كل المجالات. وأهم صفة للعصر الذهبي كونه العصر الذي تطبق فيه أخلاق القرآن من دون أي نقص. هكذا يستطيع الناس أن يخطوا بالجمال الذي يبشر به الله في القرآن للمؤمنين. يصف الله تعالى في القرآن الحياة التي سوف يعيشها المؤمنين في الدنيا على الشكل التالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لقد لفت الله تعالى في القرآن أن كل البيئات التي تعيش وفقا لأوامره هي من ستتحول إلى بيت السلام. لذلك بشر المؤمنين الذين يتبعون هذه الأخلاق بأنهم سيعيشون في جمال إن كانوا في الدنيا أو في الآخرة،
وسينعمون بحياة الجنة الأبدية. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مجيء عيسى عليه السلام مجددا على وجه الأرض، تفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقسم بالله العظيم أن نزول عيسى عليه السلام ابن مريم الذي سيحكم بالعدل بينكم وقريب، سيكسر الأصنام ويقتل الخنزير، سوف يتخلص من المعتقدات التي أفسدت المسيحية، سوف يتخلص من الجزية حيث ستكثر الأموال، وتفيض لذلك لن يوجد أي شخص يقبل هذا المال. إن عيسى عليه السلام هو عبد مثل باقي الرسل الذي أنزلهم الله وكلفهم بتبليغ الناس بالطريق الصحيح، ولكن هناك صفة خاصة لعيسى عليه السلام تجعله مختلف عن باقي الرسل، إنه سوف ينزل على وجه الأرض مجددا، بعكس ما يعتقد الكثير بأن عيسى عليه السلام صلب وقتل. لقد أوضح القرآن بشكل قاطع عدم مقتله، وخبرنا بأن الله تعالى رفعه إليه، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. إن الروم الذين ثاروا لقتل عيسى عليه السلام لم يكونوا ناجحين في هذا، عيسى عليه السلام لم يموت بل رفعه الله إليه، هذا بالإضافة إلى المعلومات التي يعطيها القرآن بحيث يوضح أن حصول هذا ممكن فقط أن يكون عن طريق عودة عيسى عليه السلام مجددا. أول آية من الآيات التي تشير إلى نزول عيسى عليه السلام مجددا على وجه الأرض هي آل عمران. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. إن عبارة وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا يوم القيامة في الآية تشرح حتى اليوم حدث لم يحدث من قبل حتى يومنا هذا، وفقا لهذا يجب أن يكون هناك مجتمعا يؤمن بعيسى ومجتمع يعيش حتى يوم القيامة. إن مجتمع كهذا يمكن أن يظهر مع مجيء عيسى عليه السلام مجددا، في الطبع سيكون من آمن به فوق الذين كفروا حتى يوم القيامة. أما في سورة النساء يعطينا الله تعالى معلومة مهمة جدا تتعلق بوضع عيسى عليه السلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وفقا لعبارة الآية يوجد وقت تدعو فيه ضرورة إيمان اليهود والمسيحيون لعيسى عليه السلام، وهذا لم يحدث في المرحلة التي عاش فيها عيسى عليه السلام، ولكن عندما يأتي عيسى عليه السلام مجددا إلى وجه الأرض فكل الأخبار والعلامات التي تظهر في القرآن تشير إلى تحقق هذا الحدث، سيؤمن اليهود والمسيحيين بعيسى عليه السلام. سيحتوي القرآن الكريم على عدد لا يحصى من المعلومات التي تتعلق بإرسال عيسى عليه السلام مجددا على وجه الأرض، بالإضافة إلى بشارات وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الخبر والحدث الجميل.
حيث أوضحت الأحاديث أن الزمن الأخير الذي سيتم فيه إرسال عيسى عليه السلام سيكون الزمن المليء بالسلام والعدالة والسعادة، فمجيء عيسى عليه السلام الثاني سيتحقق في عهد المهدي عليه السلام، وسيستمر المهدي عليه السلام مع عيسى عليه السلام بالمقاومة معا. فعندما ينزل عيسى عليه السلام مجددا سوف يرفع الخرافات الغير موجودة في جوهر المسيحية من عبادة الأصنام والرهبانية وما إلى ذلك، وهذه سوف تكون الوسيلة لتوجههم إلى الإسلام. تفضل الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم بذكر ذلك في حديث شريف على الشكل الآتي: سوف ينزل على وجه الأرض قطعا، سوف يدعو الناس إلى الإسلام في عهد الله تعالى، سوف يرفع كل الأديان الأخرى ما عدا الإسلام. العدالة في عهد المهدي. قبل المهدي سيكون الناس قد سحقوا بسبب الظلم والفساد في الأخلاق الكبيرة، أما مع مجيء المهدي سيكون هناك بيئات في كل فئات المجتمع بالمعنى الحقيقي من العدالة، السعادة والأمنة. تتحدث الأحاديث بشكل التالي عن العدالة التي لا مثيل لها في عهد المهدي، حتى لو تبقى يوما فقط لا غير، من أجل يوم القيامة الله تعالى سوف يرسل ذات من أهل بيتي، سوف يملي الأرض بالعدالة كما امتلأت بالظلم. سوف توزع الأموال بشكل متساوي بين الناس، وستشمل عدالة كل مكان، إن العالم الممتلئ بالفسق والظلم سوف تمتلئ بالعدالة بعد مجيئه. ستكون العدالة شاملة جدا في زمن المهدي، إلى حد أن الناس سوف ترجع ما يخص غيرها كما ترجعها بالغصب أحيانا، هذا بالإضافة إلى إرجاع ما لا يخص الشخص الآخر. سوف تنتشر بيئة من الأمن على سطح الأرض، حتى أنه سيكون باستطاعة بعض الناس الذهاب إلى الحج من دون أن يكون هناك أي رجل بجانبها. لقد أمر الله تعالى المؤمنين أن يقيموا العدالة دائما، لذلك فإن تطبيق طرق من أخلاق القرآن يستدعي ضرورة من العدالة بالمعنى التام لها. تتفضل الآية على الشكل التالي في القرآن التي تأمر بالحكم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن مشاهد الأطفال الذين يموتون بسبب الجوع، أو مشاهد الناس التي تتصارع بسبب لقمة من الخبز، تستدعي العدالة الاجتماعية على الدين مباشرة. أن يكون 200 شخص في العالم الأكثر ثراء بحوزة مليار ونصف من الثروة هي الدليل الأوضح عن الظلم الاجتماعي الذي ينتشر على سطح الأرض. الأموال التي تنفق فقط من أجل الصحة والاستمتاع ممكن أن تكون أمل نجاة مئات الآلاف من الموتى بسبب الجوع، ولكن تم تجاهل هؤلاء البشر. يشرح الله تعالى في القرآن الكريم صفات الإنسان الذي لا يساعد من يحتاج والفقراء على الشكل التالي في الآية: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذه نتائج الفساد الأخلاقي، مثل عدم وجود شعور بالمساعدة والاستشارة، بل يتمتعون بالأنانية والسعي وراء مصالحهم الخاصة. إن الحل الوحيد في هذا الوضع هو تطبيق أخلاق الإسلام. إن الناس الذين يتمتعون بأخلاق الإسلام والذين تم تعريفهم في القرآن هم الأشخاص العادلين الرحومين المشفقين والذين يساعدون كل محتاج، لذا بوجود أشخاص يتمتعون بهذه الأخلاق فقط يمكن أن ينشروا البركة والثراء والعدالة على الأرض.
أما نتيجة أخرى مهم كثير للعدالة الذي سوف يتحقق في عهد المهدي هي تحول المجتمعات المتصارعة فيما بينها إلى مساحة من السلامة. عندما ننظر اليوم إلى خريطة العالم نلاحظ انتشار الصراعات على مساحة واسعة التي كانت السبب في قتل مئات الآلاف من الناس على مدى سنين طويلة كنتيجة لإخلاق القرآن التي سيتم نشرها مع المهدي على وجه الأرض. ستنتهي هذه الصراعات والاختلافات كلها، سوف يكون السلام والسعادة حاكمة على العالم أجمع. أما ملايين الدولارات التي تنفق على الحروب سيتم استخدامها من أجل رفاهية وسعادة وراحة الناس، كما يمتلي الفجان بالمياه سيمتلي السلام في الأرض. لم يتبقى أي عداوة بين أي شخصان، بكل تأكيد سوف تختفي كل العداوة الحسد والصراعات. سوف يترك أرباب الحرب معداتهم من الأسلحة الثقيلة وراء. إن العصر الذهبي هو العصر الذي ستعيش العالم بجمال مشابه بجمال الجنة. هذا العصر هو نموذج وبشري صغيرة جدا للجنة، إنه لطف من الله تعالى للمؤمنين، إنه عز بيصل الله كل شيء إلى كل ما يحتاجه في بيئات مليئة بالسعادة وبركة وثراء، إنه فكاءات قيمة جدا للمؤمنين في حياتهم الدنيا من قبل الله تعالى. هذا العصر هو الشرف للمؤمنين الذين سيتم تبشيرهم بهذا العصر الذهبي الجميل. في هذا العصر الرائع سيكون الوسيلة لتطبيق الأخلاق العالية التي سوف ينشرها المهدي عليه السلام على الأرض كلها. تلك الأخلاق العالية هي أخلاق القرآن، كما شاهدتم في أفلامنا الأخرى تتحقق علامة مجيء المهدي منذ 1979، يعني من هجري 1400، في سلسلة قصيرة من الزمن وراء بعضها البعض، وكما أوضحها الرسول صلى الله عليه وسلم. لذا فإن العصر الذهبي الذي بشر به الرسول عليه الصلاة والسلام هو قريب جدا، فالناس الذين يتمسكون بأخلاق القرآن بشكل حكيم والذين يتركون الأيديولوجية المادية والملحدة وغيرها سوف يدخلون الجنة عبر تعاونهم في العصر الذهبي. يعرف الله تعالى الجنة في سورة الزخرف على الشكل التالي: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.